مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من واشنطن الدكتور صفي الدين الحامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية. أهلا بكم دكتور صفي الدين. بداية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من رحب بالانقلاب في فنزويلا، ما مصلحة أمريكا في تغيير النظام الفنزويلي؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. لا شك أن الرئيس ترامب يتعامل مع هذا الموضوع على ان فنزويلا واي بلد من امريكا اللاتينيه هي جزء من حديقته الخلفيه، وبناء عليه لا يمكن ان يقبل اي يعني شخصيه تحكم البلاد الا اذا كانت امريكا يعني بتوافق عليها وتباركها. ويبدو ان طبعا يعني من الواضح ان الدول الى حد كبير يعني المعسكر الروسي يعني كوبا، المكسيك، كل يعني من هو يعني يتصدر او يحاول ان يقاوم او يعني يقف امام امريكا وانضمت الى تركيا طبعا بينظروا ان هذا، لكن يعني ان هذا غير مقبول ولازم هذه الانتخابات لا يعترف بها ويجيئوا بهذا الشخص الجديد من اللي هو في البرلمان يعني. نعم. ده بيذكرني الحقيقه بما حدث في انقلاب مصر، في الانقلاب العسكري اللي عمله عبد الفتاح السيسي، وجاءوا بعدل منصور الذي يعني حتى كان يعيش خارج البلاد ولا يعرف اي شيء عما يحدث، ووضعوه لمده سنه كامله كطرطور. هل تعتقد دكتور صفي، هل تعتقد اذا تسمح لي ان تنجح موسكو ومن يقف الى جانب مادورو بإفشال محاولة الولايات المتحدة وبعض الدول التي تساندها بالاعتراف بغوايدو كرئيس للبلاد؟ للأسف لا أعتقد هذا في قدرته، خاصة أن بلاد البرازيل برئيسها الجديد وكولومبيا يعني بلاد محيطة حولهم في أمريكا اللاتينية، ولأن كما نرى على المشهد أن الشعب الفنزويلي اللي كان يعيش يعني عيشه راغده جدا ايام شافل، لكنه الان يعيش في شظف العيش يعني فعلا، ويهرب منه بالملايين كلاجئين في كل مكان. هذا الشعب الان منقسم انقسام نصف بنصف، وده بمنتهى الخطوره. وللاسف امريكا بتتعامل ما زالت مع امريكا اللاتينيه، يعني الولايات المتحده الامريكيه تتعامل مع كل بلاد أمريكا اللاتينية كأنها ما زالت تعيش كلها أو يجب أن تعيش في الفلك الأمريكي. لا. وهذا مؤسف، ويجب العالم على مستوى الأمم المتحدة الحقيقة يجب أن يجد طريقة لحل مشاكل الصراعات اللي بتحدث بعد في بالذات في بلاد العالم النامي. بعد كل انتخابات لا تحسم، يعني نجد هذا في أفريقيا، بنجد هذا في آسيا، بنجد يعني هذه وتكرار هذه العملية سيتكرر كثيرا. يجب الأمم المتحدة تجد حل جذري وسياسي بحيث أن تتدخل في حالات يعني أساسا بالمراقبة لتلافي هذه الانتخابات اللي بيشك فيها دائما، وتستمر البلاد في حالة من الاحتقان، وقد تصل إلى حرب أهلية كما يعني سنصل إلى هذه النقطة بعد قليل دكتور صفي. وهنا نتطرق إلى موقف الجيش الفنزويلي. رفض الجيش ووزارة الدفاع هذا الانقلاب، ألا يمكن أن يكون بداية لصدام مسلح ربما؟ ما هي إمكانية التغيير الفعلي في فنزويلا الآن؟ هو ده برضو أحد المشاكل الكبيرة، لما ينفرط العقد ويقف الجيش بدلا من الحياد الى يعني الحاكم الانضمام لمعسكر من المعسكرين. الحقيقه يعني طبعا بدون ما نعلم كل تفاصيل ما حدث في الانتخابات لا نستطيع الجزم هل هي فعلا انتخابات مزوره ام لا، لكن بغض النظر المفروض ان الجيش ياخذ دائما في مواقف محايده. ولكن يكون هناك يعني مسائل دستورية وقانونية، خطوات ثابتة ومعروفة مسبقا ماذا يحدث لو حدث، يعني لو اتهم البعض أن الانتخابات مزورة. دكتور صفي، مع يعني وهي وجهة نظر ربما،
الدور الأمريكي لم يكن دورا مشرفا في أي مناصرة لأي قضية تحدث في العالم إلا ما ندر، وهذا لم نشاهده في الفترة التي مضت. هل تعتقد أنها على صواب عندما تساند الانقلاب في فنزويلا؟ لا طبعا، يعني أنا لا أريد أن أعمم، لأن دي هتاخد طبعا دراسة يعني طويلة جدا في كل حالة من الحالات اللي أمريكا أبدت فيها وجهة نظر. لكن أنا عاوز أقول في هذه المرة أعتقد أن أنا يعني شخصيا لا أوافق على هذا الانحياز إلى جهة معينة. وأعتقد أن كان الأجدى لو كان في حكومة وفي وزارة الخارجية الأمريكية، لو كان في وزير خارجية ومجموعة حكيمة وتعرف فعلا ما هو الواجب والمستقبل والمسؤولية التي تقع على القوى العظمى وهي أمريكا، أعتقد أن التصرف. لكن للأسف إحنا عندنا حاليا مايك بومبيو أنا من المجاهرين بأنه من أربع الأنواع التي قادت وزارة الخارجية الأمريكية. الدكتور صفي الدين حامد من واشنطن، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.